السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مرة أخرى في قناة مطبخ تي في. أهلا وسهلا بكم إخواني أخواتي في وصفة جديدة إن شاء الله. اليوم غنشارك معكم وصفة ديال الدنجال معمر غير بالخضر، ما نستعملو لا لحم ولا دجاج. وصفة اقتصادية وبنينة، كتخرج بنينة بزاف، وتصلاح مثلا شي عشاء خفيف معاش لايض. وبقاو معايا وما تنساوش تدعمونا بلايك واشتراك وبارطاجيو الفيديو مع اصدقاء والاحباب. ونبداو الوصفه ديالنا، الطريقه والمقادير، وجزاكم الله خيرا. نحتاجو دنجال ثلاثة، داكشي على حساب الطاوله اللي بغيتي تعمليها ولا على حساب اللاطه اللي باغا تعملي. انا نستعمل ثلاثة دنجالات اولا جوج كبار، نقطعوهم ونغسلوهم، بعدا نحيدو لهم هذيك النباتة، نقطعوهم من النص كما كتشاهدوا. من بعد ما نقطعوهم غادي نخويوهم، نحيدو ديك اللبابة كاملة. وهذيك اللبابة غادي نستعملوها، يعني ما نرميوهاش. دابا عقدة الدنجال هادي والفلفلة، يعني وصفة سهلة باش تطبق، باش تحضروها. الدنجال ما غاليش، بعد ما حيدنا البابا غنعملوهم في الطاوة ديال الفراد كما كتشاهدو. نجيب واحد طبيسيل غنعملو فيه واحد المعلقة ديال الزيت، اما تعملي زيت المعدة او زيت الزيتون الى عندك. تضيفي واحد نص معلقة ديال الابزار وشوية الملحة، صافي. واحد الشيطة غادي نحاولو ندهنو هداك الدجال ديالنا من الداخل. بعد ما ندهنو غادي ندخلو داك الدجال الفران بحال غنشويو، نشعلو ليه من التحت حتى يبان طايب، وش واحد شويه من الفوق. ودابا غادي نجيو لديك البابة اللي حيدنا ديال الدجال، نقطعوها طريفات صغار. حاولوا ما يكون الدجال يكون طري، ما تكونش فيه الزرعه كبيره، يعني وكتري داك الدجال الغليط يكون خفيف، كيكون غليظ وخفيف هذا كتكون فيه البابه طريه. الدجاله ملي كتهزيها هكذا باش تعبريها وكتكون ثقيله في يديك، هذيك راه عامره زريعه يعني مفوته. فحاول ديما الدجال ملي تهزي بيديك يكون خفيف، واخا تكون كبيره كتكون خفيفه. هذيك البابا نعملوها في واحد المقله، ندير نزيد واحد شويه الملحه، نزيد شويه العطريه على حسب الذوق. نعملو واحد المعلقه ديال زيت المائده، وغنديو هاد البابا هادي غادي نشحروها فوق النار واحد 10 دقائق حتى تشحر مزيان على الطريقة كما كتشاهد. بعد ما شحرنا ديك البابة ديالنا، هنا غنضيفو ليها الخضرة. عندي هنا خيزو ولا الجزر قطعتو طريفات صغار وسلقتو، سلقتو مزيان. عندي هنا القرعة الكوسة، القرعة الصغيرة الخضرة قطعتها طريفات، هادي ما سلقتهاش، هي كطيب بالزربة. البطاطا قطعت طريفات وسلقتها. عندي هنا فلفلة حمراء قطعت طريفات صغار ونضيفها حتى هي معاهم. نضيفو لهم واحد المعلقة كبيرة ديال
زيت المائدة، نضيف لهم غير شوية العطرية، يشوي شوي شوي ماشي بزاف، وغنديهم عاوتاني حتى هما يتشحروا فوق النار، يتشحروا حتى هما واحد ربع ساعة على اللي يطيبوا تقريبا، زدنا واحد شوية الربيع نسيت ما عملتوش. بعد ما تشحرات الخضره ديالنا غادي نحطوها غنديروها في واحد الاناء او لا طبسيل، وغنخليو غير واحد تولت في المقله، تولت ديال ديك الكميه غادي نخليوها في المقله، صافي هذيك الكميه اللي في المقله غادي نضيفو لها صلصه الطماطم، هذه كنت حضرتها معكم وكاين الفيديو ديالها في القناه اولا في الوصف، وغنردوها للنار بين ما تذوب لنا ديك الصلصه جبتها من الفريغو. صافي ها هي الصلصه ديالنا، هذاك التولت ديالنا واجد، غادي نديرو هو الاول في الجاجه ديالنا، اولا الى عندك بغيتي تعملي لاطا ولا تعملي اي حاجه، انا استعملت الجاجه الفران. من بعد غنجيبو داك الدنجال ديالنا اللي شويناه في الفران، غنستفوه فوق هاديك الخضرة الأولى اللي فيها لاصوص بهاد الطريقة، هادي مازال سخون، يعني عندنا 6 طروفة 8 طروفة، أنا استعملت بحال جوج كبارات وجوج مويان. غادي نديرو ديك الحشوة ديالنا اللي صوبنا الخضار، غادي نديرو غير النص، غنعمرو هاديك الدنجالة غير النص ديالها، منعمروهاش بزاف، نعمروها غير في النص، هنا عندي الجبن، هذاك الجبن ديال لي ساندويتش كنقطع كل كاروت نقطعو على جوج، كل نص كنعملو في واحد النجالة. من بعد غادي نضيفو عاوتاني ديك الحشوة ولا ديك الخضرة، غنغطيو داك الجبن اللي عندنا تمايا، يعني الجبن يجي الوسط بين الخضر بين الخضرة. صراحة وصفة رخيصة واقتصادية بزاف. هنا جبت 4 البيضات، العفو 4 البيضات، وضفت لهم واحد المعلقة صغيرة ديال الإبزار، وواحد شوية الملحة، غنضربهم مزيان، وكاينة معلقة ديال الخل الأبيض، معلقة الخل الأبيض كتحيد هذيك الريحة ديال البيض، الزفورية ديال البيض مكتبقاش. عملنا 4 البيضات صغار، إذا كانوا كبار ممكن تستعمل غير 3، ونص معلقة ديال الإبزار، وشوية الملح على حسب الذوق، ومعلقة كبيرة ديال الخل الأبيض، غنخويو على هذيك اللاطة ديالنا، هذيك على الدجاج والخضار من الفوق كما كتشاهدو، وغندخلو للفران غنشعلو ليه من التحت واحد تلت ساعة. يكون غير فران متوسط، يكون نار متوسطة، ومن بعد نشعلو ليه من الفوق واحد القسم حتى يتحمر. وها هي الوصفة ديالنا وجدات، وصفة بنينة اقتصادية كتشهي، أقول لكم بالصحة والراحة، وشكرا على المشاهدة، وعواشركم مبروكة، وإلى فيديو قادم إن شاء الله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.